أن تنجح في الامتحان. قد تمتحن بالفقر، وقد تمتحن بالغنى، وقد تمتحن بالصحة، وقد تمتحن بالمرض لا سمح الله، وقد تمتحن بالقوة، وقد تمتحن بالضعف، وقد تمتحن بالوسامة، وقد تمتحن بالدمامة، وقد تمتحن بتألق الذكاء، وقد تمتحن بالمحدودية، وقد تمتحن بطلاقة اللسان، وقد تمتحن بعي اللسان. البطولة لا أن تنجو من امتحان، ولكن البطولة أن تنجح في الامتحان. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى.